يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق لدى وصوله إلى البلاد يوم غد الخميس الموافق للتاسع والعشرين من شهر اكتوبر الجاري في زياره اخويه لمملكه البحرين يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلاله الملك المفده تتناول العلاقات الاخويه الوثيقه القائمه بين البلدين والشعبين الشقيقين اضافه الى اخر التطورات والمستجدات الراهنه على الساحتين العربيه والدوليه وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في بلده الثاني مملكه البحرين.